السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. من خبث البخاري أنه بينما كان يختصر أو يحرف الأحاديث التي تفضح أبا بكر وعمر وعمر بن العاص وسمرة بن جندب وأمثالهم، وبينما كان يختصر أو يحرف الأحاديث التي تثبت ولاية الإمام علي عليه السلام أو فضائله الخاصة كما فعل في حديث بعث علي عليه السلام وخالد على سرية، هذا الحديث الذي تضمن النص على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأخرجه أحمد بالمناسبة في مسنده بتمامه، فقام البخاري وحذف ما يدل على ولاية علي عليه السلام واقتطع هذا الخبر. بينما كان البخاري يفعل هذا كله فإنه كان يورد الأحاديث والآثار التي تسيء إلى أمير المؤمنين عليه السلام بتمامها ولا يتصرف فيها، منها بلا أي اختصار أو تحريف. من تلك الآثار حديث أبي عبد الرحمن السلمي المتضمن لاتهام علي عليه السلام بأنه كان والعياذ بالله متجرئا على الدماء، هذا موجود في البخاري. إذن فالقوم ليسوا بمؤتمنين على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم متهمون بالتلاعب فيها، حذف ما يشاءون، إضافة ما يشاءون، طمس ما يشاءون، تزوير وتحريف ما يشاءون. فلا يمكن إذن وحالهم هي هذه الحال أن يقنع الإنسان الباحث بأن عدم وجود أمر ما فيما أخرجوه هو بالضرورة معناه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقله أو لم يتطرق إليه.